بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بموضوع الأجاكس. راح نروح للأجاكس 4، المثال الرابع. من خلال هذا المثال راح نسترجع بيانات من الداتا من الداتا بيز، ريلي داتا ريترايفل فروم داتا بيز. طبعا راح اطلب من اليوزر يدخل الاي دي البرايمري كي تاعه ريلي. وانس ان اليوزر دخل البرايمري كي من خلال هذا الفورم، انبوت تايب يساوي تكست on key up registration info this dot fee, this dot value. طبعا this dot value اللي هي القيمه او اليوزر اي دي اللي دخله اليوزر، نيم يساوي نيم. وانس انه دخل القيمه اوتوماتيكلي راح يعمل run للفانكشن، راح سوري يعمل كول للفانكشن request info. هذا البرنامج اوكي، هذا الفانكشن سوري راح يعمل له كول، وهذا البرنامج اوكي كول بدوره راح يعمل كول للبرنامج او بيعمل سوري يس كول للبرنامج ريكويست انفو دوت بي اتش بي. طبعا راح ياخذ معاه اليوزر اي دي اوكي بلس هير كونكاتينيشن، راح ياخذ معاه اليوزر اي دي، ومن ثم يروح للبرنامج ريكويست انفو دوت بي اتش بي. البرنامج ريكويست دوت انفو دوت بي اتش بي راح يقوم بما يلي: الخطوه رقم واحد، اذا كان اليوزر ما دخل شيء ما راح يرجع شيء ريلي، يبدل النيم يساوي نثينج ريتيرن نثينج، وبعدين راح يعمل كونكشن على الداتا بيس سيرفر. والخطوه اللي بعديها اوكي راح يعمل ران للاس كيو ال كوماند جمله سيلكت ريلي هير حتى يشيك وذر انه هذا الريكورد بالاسم باليوزر اي دي اللي دخله الكلاينتس اوكي او اليوزر موجود او مش موجود. اذا موجود طبعا راح يرجع له. طبعا هون الجمله ذس ستيتمنت تعمل سند للاس كيو ال كوماند تو بي ران ريلي على الداتابيس سيرفر. والان هنا بدي اشيء اوكي، والريكورد اللي تم استرجاعه راح اخزنه بالاري ديال الرو ماي اس كيو ال اي اندر سكور فيتش اندر سكور الاري ديال الريزلت. ذن هير راح اتاكد انه رجع قيمه او لا من خلال البلت ان فانكشن ماي اس كيو ال اي اندر سكور افكت اندر سكور روز داتا بيز اوكي، ومن ثم بعمل كلوز الكونكشن. اذا رجعت القيمه اوكي راح املا محتويات الاري اللي هي دل الريزلتس اوكي في هذا الفاريبل، ومن ثم ارجعها لوين؟ لرجعها للريسبونس تكست ان اجاكس 4، ومن ثم راح يتم عرضها بالمكان المحدد، المكان المحدد بالدوم اللي هو ديف اليمنتس هير ان ذيس بليس، وراح تتم العمليه اسينكرونسلي. ممكن ريلي نشرح البرنامج اوكي سوري، نعمل ران للبرنامج حتى جاست تو تشيك واتس هابن هير. راح نعمل ران للبرنامج، احنا البرنامج اللي انا راح نعمل له ران اللي هو يس 4. فور اكزامبل طبعا هذا الداتا بيز عندي، الداتا بيز اللي راح اشتغل عليه اللي هو اي بي سي تي 1 اوكي تيبل، في عندي الاي دي 7 1 3 4 5. اي كان بيك اني ون اوف ذيز ريلي. اذا الان لو رحت اخترت فور اكزامبل 7 هير اوكي، مباشره راح على الداتا بيز جاب الريكورد 7 اسامه ربابعه 999 جوردن اوديت ربابعه. لو رحنا على الداتا بيز هو اوتوماتيكلي بيهايند ذا سين راح جاب لي هذا ايش الداتا بيز اوكي. لاحظ كيف جاب لي الريكورد كامل وعرضه asynchronously without the behind the scene اوكي مباشره اوكي. فور اكزامبل الريكورد واحد موجود اوتوماتيك جابه اوكي. الريكورد فور اكزامبل اثنين يوزر with id يساوي 2 does not exist في الداتا بيز. لو رحنا على الداتا بيز ما في عندي id يساوي 2 اوكي. فور اكزامبل اليوزر 4 مش موجود، 45 موجود اوكي. لو رحت على الداتا بيز لاحظ اليوزر 45 موجود اوكي. الان نروح نوضح البرنامج، والبرنامجنا الان اولموست سوري اوكي. نروح نرجع للبرنامج اوكي. الان برنامجنا اولموست ستريت. الخطوه رقم واحد بنعمل اوبجكت اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست اوبجكت، وكمان اعطيته الاسم اتش تي تي بي اوكي. الان الفانكشن ريكويست انفو، الفانكشن ريكويست انفو راح يعمل كول للبرنامج ريكويست انفو دوت بي اتش بي اوكي. ياخذ معه اليوزر اي دي اللي دخله اليوزر اوكي، ويروح يعمل الاكشن اللي عملناه في هذا البرنامج اوكي. الان طبعا في الخطوه رقم من خلال هذا الفانكشن راح استخدم الميثود جيت، راح اعمل كول للفانكشن ريكويست و ريكويست انفو دوت بي اتش بي اوكي، وراح اخذ معاه اليوزر اي دي اللي دخله اليوزر، والعمليه راح يتم اسينكرونس
اوكي زي ما ذكرنا في في الامثله السابقه، راح الايفنت ان ريدي ستيت تشينج راح يعمل مونيتورنج للستيت. طبعا الستيت زي ما ذكرنا بتمر بخمس مراحل، من زيرو not initialized عملية ال request، 1 ال connection with the server established، 2 ال request received، 3 ال request on a process، 4 completed ال request ready. So الآن بشيك إذا ال ready state اللي هي ready state this one، إذا ال ready state يساوي 4 that mean request ready، والملف موجود، انا اقصد بالملف اللي هو اللي هو request info.php موجود على الويب سيرفر. اوكي وبليز انتبه هون كمان انه انا ما استخدمت يو ار ال، السبب انه both of them موجودين في نفس المكان، فبالتالي لاحظ عندي اجاكس 4 والريكوست انفو موجودين بنفس الفولدر، لهذا السبب انا ما اضطريت او ما احتجت انه استخدم يو ار ال هير. اوكي ولاحظ كمان انه انا شلت معي اليوزر اي دي. اوكي سو الان عمليه التنفيذ راح تروح للبرنامج ريكوست انفو دوت بي اتش بي، وزي ما ذكرنا طبعا البرنامج اذا اليوزر ما دخل شيء ريتيرن نثينج. بالخطوه الثانيه بنعمل دي بي كونكشن. اوكي بنروح نعمل كونكشن مع الداتابيس على الداتابيس اللي اسمه اي بي سي، then نكتب ال SQL command راح ننفذها select star from T1 where ID يساوي dollar name. why dollar name؟ dollar name اللي هو القيمة اللي أنا اللي حملتها هون، اللي هي تمثل اسم ال index بال auto global array dollar underscore get، أو راح استخدم هناك dollar underscore force. أوكي طبعا واللي راح يكون فيها القيمة this dot value. اوكي سو راح يرجع الريكورد. اوكي راح الخطوه اللي بعديها هون ماي اس كيو ال اي اندرسكور كويري للدي بي لينك على الدولار كويري، راح يبعث الاس كيو ال كوماند للتنفيذ. طبعا اذا تنفذت راح تتخزن النتيجه بالاري دولار ريزلت. اوكي اذا الان ماي اس كيو ال اي اندرسكور فيتش اندرسكور الاري راح اخزنهم في الفاريبل دولار رو الريكورد الناتج، ومن ثم بدي اشيك كم عدد الريكورد الناتج من تنفيذ اخر اس كيو ال كوماند ماي اس كيو ال اي اندر اسكور افكتد اندر اسكور روز دولار دي بي لينك. اوكي هذا البلت ان فانكشن بيرجع انتجر نمبر، وهذا الانتجر نمبر يمثل عدد الريكورد الناتج من تنفيذ اخر اس كيو ال كوماند على الداتا بيس سيرفر اللي هو سيلكت. فاذا تنفذ ذس وان راح يرجع لي 1، راح يرجع اونلي 1 ريكورد الرقم اليوزر اي دي اللي دخله اليوزر. اوكي واذا ما مش موجود راح يرجع زيرو وبغلق الكونكشن. الان اذا الريكورد اذا اليوزر اذا الاي دي موجود اف دولار اكس موجود، اوكي راح يخز راح يعمل ما يلي دولار رو للزيرو، راح املا كل الكونتنس للدولار رو بفاريبل سميته دولار يوزر انفو. فلاحظ اي دي اوكي بتاشر على دولار رو للزيرو. انت هون انه انا حطيت دولار رو للزيرو. اوكي هاوفر انا مستخدم هون فيتش اندرسكور رو اسوشيتيف اري، فبدل الزيرو اولموست كمان انا بقدر لو رحت للداتا بيز بقدر احط بين تو سنجل كوت لهي الداتا بيز بقدر احط اي دي، وبدل ال1 بقدر احط نيم، وبدل السالري بقدر احط 2، وبدل الكانتري بقدر احط 3، وبدل اليوزر نيم بقدر احط ايش 4. سو نرجع على برنامجنا. اذا هون اوكي زيرو تمثل الاي دي، اوكي نيم از بوينتد تو دولار رو لل1، اذا الرو ال1 راح يمثل النيم. ننتبه هون اذا انا استخدمت الماي اس كيو ال اي اندرسكور فيتش اندرسكور الاري عندي خيارين، يا بستخدم رقم الاندكس اري رقم الريكورد او رقم سوري الفيلد، او بحط اسم الفيلد. هو انا هون اخترت اني احط رقم الفيلد 1. اوكي دولار رو 2 اللي هو اللي راح يكون معي السالري، وعندي الكانتري دولار رو 3، وعندي اليوزر نيم دولار رو لل 4. اوكي لاحظوا كل هاي القيم راح تتخزن بالفاريبل اللي اسمه دولار يوزر انفو، والان برجع هاي القيم اليوزر انفو. اوكي لاحظوا هون عمليه الريتيرن يوزر، واذا هذا اليوزر مش موجود راح يرجع اليوزر نيم with ID number dollar name does not exist في الداتابيز، يعني مش موجود في الداتابيز. بليز انتبه هون الريكوست انفو انا هو عباره عن فانكشن ريلي، فانا
just here عملت call لا الفانكشن، لان نتيجه هذا تنفيذ هذا البرنامج اوكي طبعا اللي عمل كولينج اللي هو this function، فبالتالي نتيجه تنفيذه راح ترجع لهون، وبالتالي بيكون البرنامج سوري الفانكشن اوريدي ستيت بيعمل مونيتورنج له، ف once انه completed طبعا النتيجه راح تتخزن بالريسبونس تكست اوكي لما يصير عند الستيت 4 والستيتس 200 اوكي وتم تنفيذ البرنامج اوكي، ومن ثم الدوم this one راح ندخله بالنتيجه راح تدخل بهذا الاي دي اتش تي ام ال اليمنت اللي هو اسمه فو this one here really وراح يعرض النتيجة في هذا المكان. الآن لو رحنا نفذنا البرنامج really here اوكي رحنا عمل التاب اوكي this one احنا في Ajax Word سبق نفذنا البرنامج اوكي لاحظ هاي الشاشة الرئيسية لتنفيذ البرنامج data retrieval from database. الآن please enter your ID زي ما ذكرنا اوكي اذا دخلت رقم 7 automatically behind the scene asynchronously بدون انا ما اعمل ريفرش للبيج اون كي اب وانا اطبع برقم الاي دي بيهايند ذا سين اوكي بيروح بيجيب لي الداتا من الداتا بيس وبعرضهم بالدوم بالمكان اللي انا حددته فيه ان ذيس بليس اوكي 7 فور اكزامبل موجود عرض الاسم 1 almost موجود 2 يوزر اي دي از نوت اكزيست فور اكزامبل في الداتا بيس اوكي اذا هو بيشيك إذا موجود في الداتابيز بيروح يعرضه مباشرة. طبعا لاحظوا هنا أنا استخدمت الأجاكس في الداتابيز.